فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك داعية قد خرج وقال إنه ليس هناك فرق بين الرجال والنساء إلا أن الرجال، يعني الرجال اللي مثله ما بينهم فرق هو النساء، أما الرجال أهل الشهامة والرجولة فهم ما هم مثل النساء، وليس الذكر كالأنثى. نعم.